ايه يا اكرم؟ خير؟ ايه اللي انت عملتيه ده؟ انا عملت ايه؟ انت مش عارفه انت عملتي ايه؟ ممكن تهدى كده وتقولي بالراحه انا عملت ايه؟ ما هي المصيبه الاكبر انك ما بقيتيش تحسي كمان. اكرم لو سمحت، انا ما بحبش الطريقه دي في الكلام. لو في حاجه غلط انا عملتها قولي. كل تصرفاتك غلط في غلط. مقابلاتك كل يوم والتاني مع الواد اللي اسمه حربي غلط. تاخيرك على عيد ميلاد حمزه النهارده غلط. الطريقه اللي قابلتي بيها رؤوف واحرجتينا كلنا غلط. انا مش فاهم انت بتعملي كده ليه؟ لا عامله حساب ليا ولا لابوكي ولا لاي حد، وفي الاخر لما اتكلم معاكي تزعلي وتتقمصي زي العيال. لاني مش مقتنعه اني بعمل حاجه غلط. موضوع حربي عادي، حاله وبعمل عنها موضوع ناجح في الجورنال. ايه اللي يضايقك في كده؟ اما بقى بالنسبه لموضوع رؤوف فانا شايفه اني عملته عادي زيه زي اي حد موجود في الحفله. هو ايه اللي كان مطلوب مني يعني؟ ان اخده بالحضن واقول له متشكره انك جيت وشرفتنا، متشكره انك طلبت ايدي من اخويا؟ العقل يا اكرم بيقول غير كده، بيقول اني عامله عادي زيه زي اي حد موجود في الحفله. وانا شايفه ان ده ما فيهوش اي حراك بالنسبه لك، بالعكس ده يشرفك. انت الظاهر ما بقاش في فايده من الكلام معاكي، انت خلاص ما بقالكيش كبير. بس يكون في علمك يا هانم انا مش هصبر على تصرفاتك الغلط دي اكتر من كده. في يا اكرم صوتكم جايب لاخر الشارع، احنا مش عايزين فضايح ولا عايزين عمو يقوم مخطوط من صوتكم. حاضر يا منى انا هسكت، بس مش هسكت كتير، وهنشوف في الاخر كلام مين اللي هيمشي، انا ولا انت. حرام عليكي اللي بتعمليه في اخوكي ده، هو هيلاقيها منك ولا من شغله؟ يا اماني انت مصره تحرقي دم. يا اماني يا حبيبتي اخوكي بيحبك وبيخاف عليكي. منى من فضلك انا عارفه مصلحتي كويس، ممكن بقى تسيبوني في حالي؟ حرام عليك وانا اعصابي تعبت. تعرفي اكرم ليه حق، انت مفيش فايده فيكي. كفايه فرجه كده يا حبيبتي. بعد ما يخلص الفيلم كده خلاص، وبعدين انت شفتيه مليون مره. اطلعي نامي يا حبيبتي. في ايه يا عدل؟ هو النوم بالعافيه؟ اطلعي نامي يا ميس. مساء الخير عدلي بيه. في ميعادك بالظبط. انا دايما مواعيدي مظبوطه وسعادتك عارف كده كويس. اقفل الباب وتعالى ورايا. حد شافك وانت جاي؟ لا طبعا. خير يا عدلي بيه؟ سعادتك كنت عاوزني في ايه؟ حربي. حربي ابو العينين المهدي. انت تعرف الولد ده كويس؟ مش من زمان يا سعاده البيه. تعرف ايه عنه؟ من وقت قريب كان بيشتغل في الخرده، بيتاجر فيها. جانا الموقع هو صاحبه زين علشان يشيلوا مخلفات البنا، وبعد كده ما شفتوش لما رجع العربيه التريلا وحصل اللي حصل، وسعادتك كنت موجود وشفت كل حاجه بنفسك. وايه رايك فيه؟ اللي يبص له من بره كده يقول عليه ولد جدع وابن بلد وحنت وشربات، لكن اللي يعرفه من جوه بلوى مسيحه بستين نيله. وخبيث جدا يا باشا، وعارف هو عاوز يعمل ايه كويس. ابن اللئيمه النوع ده يخوف يا مفيد. الله يجازي اللي كان السبب. بقى انت اخر مره قابلته امتى؟ النهارده يا باشا. جانا الموقع هو وجدع صاحبه اللي اسمه زين، وقعدوا مع انتر بيه نص ساعه، وبعد كده خرجوا ووريتهم المخزن اللي في المحكر. اشمعنى؟ الظاهر انه اتفق مع انتر بيه انه هيسلم البضاعه هناك. ومعرفش هيسلمها امتى؟ لا معرفش يا باشا، بس الموضوع ده شكله قريب، قريب قوي كمان.
طبعا يا مفيد انت عارف انا بثق فيك قد ايه، بعتبرك الرجل بتاعي في وسط رشوان وعزام وعمتك. دي ثقة اعتز بيها يا سعادة بيه. شوف يا مفيد، انا عايزك تحفر وتدور ورا اللي اسمه حربي ده وصاحبه زين، عايزك تعرف عنهم كل حاجة، وخصوصا الاتفاق اللي كان بينهم وبين عنتر بخصوص البضاعة اللي سرقوها، هيسلموها امتى وازاي. ومش هوصيك يا مفيد لا رشوة ولا عزام، وخصوصا عنتر ما يعرفوش اي حاجة عن اللي بينا. من غير توصية ساعة الباشا، دي مش اول مرة نشتغل فيها مع بعض. وعايزك تتصل بيا كل يوم تقول الاخبار اول باول. عمهم ده كيمو، تدخلت التاريخ قد ليه اعمل؟ عشان هتقعد قدامي على الكرسي ده. قعد. حد قطرك وانت جاي؟ عيب يا معلم، هو بعد اللي حصل ينفع حد يشوفني قاعد معاك يعني؟ انا استنيت لحد ما الحاره نامت وتنتني جاي على طول. افرم عليك يا كيمو، مزاجك ايه؟ بيره خفيف ولا اوزي وتطير ولا فات وتموت؟ لا انا مزاجي حشيش وتعيش. عسل يا كيمو عسل. اخبار حبايبك يا عبد؟ حبايب مين؟ حرب وزين هم ملقحين. ماشي، مفيش جديد يعني؟ الجديد ازاي يعني؟ جرى ايه يا روح امك؟ جرى ايه يا روح امك؟ لما اسالك هتنقطني؟ هتندى عليا؟ عايز اتمطر سيول اجابات. تقول لي حرب وزين اخبارهم ايه؟ انا سمعت كلام في الحاره كده بيقول ان هم متفقين على نقل خرده كبيره قوي. حلو، من امتى؟ بكره الصبح اتفقوا مع السواقين على ان هم هيجيبوها بكره الصبح. تمام يا كيمو، الخرده دي بيجيبوها منين؟ مش عرفني بقى. انا ماليش فيه، لما اسالك ترد بيجيبوا الخرده دي منين؟ ارد بس اقول ايه يا معلم؟ ما انا مش عارف بيجيبوها منين. كيمو انا معرفش، تنام على ظهرك تمشي على الحيطه تضرب الودع، انا ماليش فيه، تقول لي بيجيبوا الخرده دي منين. اعرف يا معلم. حاضر اعرف. حاجه تانية. خير عمو؟ حرب وزين اشمعنى بتخش لي قافيه بروح امك؟ انت هتخش لي قافيه؟ حرب وزين تعرف خطواتهم اول باول؟ بس سؤال صغنن. انت ليه شاغل دماغك بالعيال دي؟ وانت مال اهل امك؟ انا عارف. انت مال اهلك تعمل اللي بقولك عليه وبس. واحنا هنفضل عصلين كده لحد امتى؟ انا شويه كده هتصل بابو صلاح واشوفه وصل لحد ايه. لا ده ليه حربي، هو احنا خلاص فبلاش نعرف نعمل اي حاجه غير ما سي صلاح ده يفكر ويخطط ويدبر. عايز تقول ايه؟ عايز اقول بان لحد كده وكفايه. بعدين يعني ما احنا عندنا مخ برضه بنعرف نفكر، والموضوع اصلا مش مستاهل تفانين يعني. موضوع بسيط، عنوان المخزن ومعانا والبضاعه عندنا والسبب موجود، هنعين خرده وهنحملها وهنسلم البضاعه. خلاص تحتاج فقاقه دي يعني؟ عيبك يا بركه انك طيب وقلبك ابيض، بتبص تحت رجليكوا بس. واحنا يا دوله تخطيط ابو صلاح، كنا وصلنا اللي احنا فيه دلوقتي. ما قلناش حاجه عم حربي، بس لحد كده وكفايه. بعدين ما هو الموضوع واضح قدامنا زي عين الشمس، نيجي نعقده احنا بقى؟ ولا انا كلامي غلط يا عم زين؟ يا ابني الليله دي مش سهله زي ما انت فاهم. الموضوع ده خطر جدا. انا صحيح يا بركه عايز الكيكه تطلع معايا في العالي، بس مش العالي بتاعها قبل ما اشنقها. يا عم فلا لا ولا فلك يا اخي، ايه التشاؤم ده؟ طالما بتتشائم كده حبيبي قوي بتخاف، يبقى اصبر بقى، كتم وصلاح كده لما ايه مخمخها ويظبطها ويأمننا 100%. بقول لك يا عم حربي، انا الجدع اللي اسمه صلاح ده مش مرتاح له. يا ابني موضوع تأميننا ده موضوع مهم قوي، ما ينفعش نستعجل فيه. طب يلا بينا بقى نغير وننزل عشان ورانا شغل كتير. يلا.
ها يا حنفي، عملت ايه امبارح مع قبضايا؟ ده قبضايا ما صدقش ومن الفرحه كان هيطير طير يا باشا. المهم دلوقتي عاوزين نعرف عنتر وصل مع حربي لايه، ميعاد العمليه هتتم امتى وفين. ودي بقى هنعرفها ازاي؟ روح شوف شغلك دلوقتي وسيب الحكايه دي عليا انا. يلا بينا يا رجاله. بركه ايه؟ استنانا في المستودع لغايه ما نرجع. طب وانتم؟ زين هيوصل مع السواقين يجيب الخرده، وانا اعدي على وسط البلد كده اشوف بصلاح اخباره ايه. طيب ماشي يلا. يلا زين يلا. ايوه ايوه اكرم باشا، انا كيمو. في اخبار جديده؟ اه يا باشا في. طب ما تقول. لا باشا مش هينفع في التليفون. قابلني كمان ساعه في المكان بتاعنا. يمشي الكلام يا باشا. سلام. صباح الخير يا باشا. صباح الفل يا رجا. دي المراسلات اللي جات لحضرتك النهارده، ودي الحسابات بتاعت البنوك الرسميه، ودي الحسابات السريه. سيبيهم قدامي وهراجعهم كمان شويه. على فكره يا باشا، الجماعه بتوع تركيا اتكلموا النهارده الصبح وكانوا بيسالوا على التحويل. قلت لهم ايه؟ قلت لهم ان هو هيوصل لهم كمان كام يوم. برافو عليك يا رجا، برافو عليك. والله انا من غيرك مش عارف كنت هعمل ايه. انا تحت امرك يا باشا ودايما في الخدمه. عن اذنك. اتفضلي. عدلي بيجي النهارده بدري يعني. على الله يكون عنده اخبار جديده. شيلي دول. صباح كده يا باشا. صباح الفل يا عدلي. اقعد. صباح النور يا باشا. الفطار بيناديك بيقول لك كلني بسرعه. لا معلش انا سمعت سعادتك. كده بالهنا والشفا. يبقى ناخد القهوه سوا. امرنا باتنين قهوه ساده بسرعه يا روشه. معلش يا ريت على الريحه بالنسبه لي. خلاص جيبها له على الريحه. بس زود الريحه شويه. ارتحت يا عدلي؟ حاضر يا باشا. عن اذنك. ايه الاخبار؟ كل خير ان شاء الله يا باشا. انا في واحد من رجاله الموثوق فيهم يعرف حربي ده وهيجيب لي كل المعلومات اللي سيادتك طلبتها. طب ايه رايك ان انا سبقتك بقى وجالي تقرير مفصل عن سي حربي ده من ساعه ما اتولد لحد ما خرج من السجن من كام اسبوع كده. لا ده مش كده وبس، ده انا قابلته كمان بشحمه ولحمه. سيادتك قابلته؟ وقعدت معاه اتكلمنا. فين يا باشا؟ قصدي يعني حضرتك يعني رايك فيه ايه يعني؟ والله لسه عدلي ما عنديش راي محدد، ما استقرتش. بس انت مالكش صالح بالمساله دي خالص، خليك انت في شغلك عادي جدا ومالكش دعوه باللي انا بعمله. طبعا طبعا يا باشا ده اكيد. عرفت اي حاجه عن البضاعه؟ انا عرفت مكان التسليم. فين؟ في مخزن محاجر عنتر. امتى؟ والله امتى وازاي دي لسه ما عرفتهاش. امتى وازاي دي يا عدلي هي اللي تهمني جدا. انا عايزك تعرف لي كل حاجه عن البضاعه دي وبسرعه. ان شاء الله يا باشا النهارده اخر نهار هيكون عندك الخبر يقين. الو. ايه يا عزام؟ يعني ما اتصلتش بيا من اول امبارح. عايز ايه يا رشوان؟ كنت عاوز اعرف عنتر وصل لايه مع حربي؟ اتفق معاه على ميعاد تسليم البضاعه ومكانها ولا لسه؟ وانت يهمك في ايه؟ لا 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 انا يا عزام، هو انا مش معاكم في الحكايه دي ولا ايه؟ ولا انا بقيت طيشه وخلاص اتركنت على الرف؟ مش القصد يا رشوان، بس انا خايف تكون دماغك راحت في سكه تضر نفسك وتضرنا. يا عزام انا خدت درس كبير قوي قوي ومش هنساه. انا كل اللي يهمني دلوقتي ان البضاعه توصل والعمليه تتم على خير. كل الحكايه ان انا عاوز اروح للباشا وطيب خاطره بكلمتين وعلشان نوصل الود زي ما انت عارف. عرفت ليه انا بتصل بيك؟ ماشي يا رشوان، انا رايح دلوقتي لعنتر هشوفه عمل ايه وبعدين ابلغك. مع الف سلامه.
طلب منك ايه تاني؟ طلب من نرقم حربي وزين، وبلغوا اول باول هم هيخرجوا من المنطقه ويرجعوا تاني امتى. ما تعرفش الخرده دي هيجيبوها منين؟ مش عارف يا باشا، انا كل اللي اعرفه انها من مكان بعيد كده. اعلمنا حاجه. انا ما حاجه. الله اعلم يا باشا. طيب خد يا كيمو، خلي دول ليك، وعايزك تبلغني بالاخبار اول باول قبل ما تبلغ قبضايا، فاهم؟ امورنا باشا. كيمو باشا، الصحفيه اللي اسمها اماني ما جاتش الحته تاني ولا قابلت الجدع اللي اسمه حربي؟ جات يا باشا، وسالت عليه امبارح وما لقيتوش موجود، ورجعت تاني بعد ساعه، واول ما لقيته خدته في تاكسي وخلعه بره المنطقه. ما تعرفش راحوا فين؟ الله اعلم يا باشا. طيب حربي رجع الساعه كام؟ يعني رجع قرب العشاء كده يا باشا، واللي فهمته من كلامه هو وزين ان الموضوع ده ضايق المعلمه انشراح قوي قوي. طب يا حربي، خدامك كيمو يا باشا. ارجع انت على القهوه دلوقتي عشان ما تتاخرش، وزي ما قلت لك اي جديد تبلغني على طول، فاهم؟ خدامك يا باشا. حربي، صباح الفل على احلى محامي فيك يا مصر. تعالى اتفضل. ها وصلت الحاجة؟ تعالى بس نقعد الاول وبعدين نتكلم. الحاجة نابليون بونابرت يا عم صلاح، انت ليك في التاريخ ولا ايه؟ عارف يا حربي اهم حاجه في التاريخ ايه؟ اننا بنتعلم منه. يا عم سيبك من التاريخ دلوقتي وقول لي، فكرت وصلت الحاجه ولا لسه؟ وصلت. طب ما تقول لي بقى ابو صلاح وفرحني. شوف يا حربي، نابليون ده كان من اعظم القاده العسكريين، كان عنده مبدا بيستخدمه في كل المعارك بتاعته. المبدا ده بيقول ايه؟ الهجوم خير وسيله للدفاع. احنا بقى هنعكس مبدا نابليون. لا والنبي ابو صلاح، وحياه ابوك بالراحه عليا كده، وايه فهمني واحده واحده لحسن شكلي هتوه منك. احنا هنشتغل بمبدا الدفاع خير وسيله للهجوم. مش فاهم. يعني احنا هندافع ونحرص، لا هنهجم ولا نخوف، وهنستخدم ده مش ده. يعني انت يعني طالبه معاك على الغاز على الصبح يعني ابو صلاح؟ ما قلت لك بالراحه عليا وفهمني واحده واحده لحسن انا كده تهت منك على الاخر. ماشي يا حبيبي افهمك. هي الناس كلها عايزه ايه؟ عايزه البضاعه. والبضاعه فين؟ البضاعه معايا. يبقى كل الناس هتفضل وراك علشان توصل لي البضاعه، صح؟ صح. احنا بقى هنلعب على النقطه دي. مش فاهم حاجه. افهمك. لسه ما عرفتش ميعاد تسليم البضاعه امتى عن تربيه؟ لسه فين؟ ده احنا مستنظرين. بعد خير يا مفيد. ايه؟ ايه اللي جابك بدري؟ وحشتني. قلت اجي اطمن عليك. مفيد، عايزين فنجانين قهوه كده حلوين علشان نصحصح انا وعمك عنتر. يلا. بقول لك ايه؟ اقفل الباب وراك كويس وما تخليش حد يخش علينا. اقفله عن تربيه. ايه جاي يا حبيبي ليه؟ في حاجه؟ انا اللي جاي اسالك، وصلت الحاجه مع العيال دول؟ خير ان شاء الله. خير؟ خير ايه اللي خير ان شاء الله؟ خير يعني هيسلموك البضاعه ولا لا؟ وبتسال ليه؟ بسال ليه؟ انت اللي بتقول لي كده يا عنتر؟ مش انت اللي قلت لي ان احنا الاثنين شركاء وان احنا الاثنين لازم تبقى ايدينا في ايدين بعض عشان نبين للباشا مين اللي قلبه عليه وخايف عليه، ويعرف بقى مين اللي بيعمل له مصيبه وممكن يضيعه في ثانيه؟ مش هو ده كلامك ليا يا عنتر ولا ايه؟ انا ما نسيتش يا عزام، ما نسيتش. امال ايه؟ نفسك كبرت عليا ولا ايه؟ عليه بس يا قوي. اكملني يعني يا سيدي، انت اللي وصلت البضاعه فين؟ وانت اللي قدرت تقنع الواد اللي اسمه حربي ده انه يرجعها. ايه خلاص ما بقاش فيه ثقه بيننا وبين بعض؟ ما كنتش كده يا عزام، احنا اصحاب عشره عمر. امال ايه الحكايه؟ مش عايز تقول لي وصلت لايه؟ الموزعين كل شويه بيسالوني البضاعه وصلت ولا لسه، وانا مش عارف ارد عليهم اقول لهم ايه، وانت قاعد زي ابو الهول مش عايز تقول لي اي حاجه. دي لسه ما عرفتش هيسالوها لي امتى. يعني ايه؟ هو انت مش اتفقت معاهم؟ اتفقت معاهم على كل حاجه، مكان التسليم والعموله، لكن اهو ما قالوليش اللي معايا وانا قاعد مستنظرهم اهو. طب على الاقل قول لي هيسلمها لك فين؟ في مخزن المهاجر.
عندي في الجبل. هو الو؟ ايوه حربي، كيف حالك؟ تمام مظبوط حاضر، هخلي مفيد يستناك هناك في المعاد بالمظبوط، ما تخافش. مع السلامة. مع السلامة يا حربي. ها قال لك ايه؟ هيسلم البضاعة الليلة في المكان اللي اتفقنا عليه في نص الليل، بس عنده شرط. شرط؟ شرط ايه؟ محدش مننا يكون موجود هناك، مفيد بس لو شاف حد مننا مش هيسلم البضاعة وهيمشي. يا سلام، ما بقاش ناقص غير الجربوع ده كمان اللي يتشرط ويتحكم فينا. معلش يا سيدي، إن كان ليك عند الكلب حاجة، بعدين عايزين نخلصه من الموال ده. ماشي ماشي يا عنتر، خليك ورا الكذاب، بس بقولك ايه، لازم نتابع العملية من بعيد لبعيد لحس العيال دول يكونوا بيلعبوا بينا. في دي عندك حق. خلاص يبقى هنتقابل النهاردة الساعة 10:30 كده، 11 في العوامة. عرفت هتعمل ايه؟ عرفت ابو صلاح، بس يخرب بيت عقلك يا جدع، ده انت رسمتها رسمة ما تخرش المية. المهم تنفذ اللي قلتلك عليه بالحرف الواحد، وخلينا نجرب الثقة. ماشي نجرب الثقة. الحق انا بعدي على الواد زين وبركة عشان نظبط الدنيا. طيب وانا هنزل اجر عربية واجهز نفسي واستنى. ماشي مش هتأخر عليك. مع السلامة يا احلى مخ فيك يا مصر. مع السلامة يا حبيبي. يلا رجالة حملوا العربيات على قد ما تشيل، يلا عايزين نخلص ونتكل على الله. يلا الو. ايوه رشوان، العملية هتتم النهاردة الساعة 12 بالليل، في المخازن بتاعت عنتر في الجبل اللي في المحاجر. انت وعنتر هتكون هناك؟ لا، الواد رافض ان اي حد مننا يكون موجود. مفيد هو اللي هيستلم منه البضاعة وبعدين يبلغنا. اما انتوا هتكونوا فين؟ هنكون في العوامة. خلاص هبقى افوت عليكم هناك. مع السلامة. اسمع يا حنفي، روح لقبضايا حالا وخليه يجلس، العملية هتتم الليلة. استنى تاني يا مفيد. حاضر. الساعة 11 تكون في مخازن الجبل، مش عايز أي غلطة. سامع؟ حاضر سعتي بيه. أول ما تستلم كلمني وطمني. من غير ما تقول يا عنتر بيه. مع ألف سلامة. ايوه سعاده البيه، حربي هيسلم البضاعه الليله. امتى؟ اول ما يحصل بلغنا على طول. انا لسه رشا، انا عدلي المحامي، عايز اكلم نعيم بيه لسعادتي. عدلي بيه المحامي على التليفون يا باشا. ايه يا عدلي؟ العملية هتتم الليلة. امتى؟ الساعة 12. خلاص يبقى هستناك الليلة دي عندي في المزرعة، متتأخرش. امرك يا باشا. عرفت هتعمل ايه؟ قول عليه بابا نعم. اهم حاجه تصطاده في حته مقطوعه وتاخد منه اللي قلت لك عليه، وبعد كده اعمل اللي انت عايزه. نترحم عليه يا سيدي ونقرا الفاتحه.
من هنا ومن الخمارة دي والفلوس دي شاهدة على كلامنا. بلغ رشوان بيه كل اللي بيتمناها يحصل وبالحرف الواحد. هاكيم. ايه يا باشا، قبضايا لسه متصل بيها دلوقتي وبيقول ان زين وحربي هيخرجوا بالعربية الليلة وعايزنا بلغه اول ما يخرجوا. وانا يا باشا مش عارف اعمل ايه. تبلغه وتبلغني على طول. فاهم يا كيمو؟ هو امرك يا باشا. قبضايا هيضرب حربي الليله، عايزك تحضر قوه تكون جاهزه للتحرك اخر النهار، وحط قبضايا ورجالته تحت المراقبه كام ساعه اللي جايين، مفهوم؟ تمام يا فندم. يا رجاله الهمه امال، الخرده الجديده زمانها على وصول. زين لسه ما رجعش؟ لا لسه. طب اول ما يرجع هاتوا حصلوا على العشاء. عيني. سلام. سلام. يلا يلا يا رجاله، تعال تعال يا ابني ساعده، تعال مش عايز اتلفظ، تعال. يا باشا. اه انا عملت ايه؟ كله جاهز. وقبضايا هينفذ الليله. حلو قوي. اسمع يا حنفي، عايزك تاخد الرجاله الليله دي وتمشي ورا اللي اسمه قبضايا ده خطوه بخطوه، ما تسيبهوش، مش عاوز حد يحس بيك. اول ما تشوفه استلمه من البضاعه تاخد منهم البضاعه وتخلص على الكل. الكل يا رشوان بيه؟ الكل يا حنفي. تروحوا انتوا دلوقتي تجمعوا الرجاله وعلى المغربيه تاخدوهم في العربيات وتخرجوا بيهم عند مخرج المنطقه. وانت سيد الناس مش هتيجي معانا ولا ايه يا معلم؟ عيب عليك يا دورم، ده يوم فرحي. امال مين اللي هيزف حرب لاخرته؟ يا حرب عملت ايه؟ طب من انت الاول جبت الخرده؟ جبتها. ها وعينت المكان وعرفت تروحه ازاي؟ يا سيدي واعرف اروحه عمياني كمان. قول لي بقى عملت ايه مع صلاح؟ على بره كده وانا احكي لكم على كل حاجه. الو؟ ايوه يا دنيا انا عزام. ايوه عزام بيه، ازيك؟ في حاجه؟ انت ودعاء ما تجوش الكباريه النهارده. ما تجيش الكباريه؟ ليه؟ انا مش فاهمه حاجه. في حفله صغيره كده في العوامه. برعي هيعدوا عليكم الساعه 10 يجيبكوا على هناك. بنتي يا دنيا، ممكن بقى تفهميني كده ايه حكايه العوامه دي يا اختي؟ والنبي يا اختي ما انا عارفه تلاقيه عازم يعني عنتر ورشوان. عارفه يا بنتي يا دنيا، انا لا بطيق ده ولا بطيق ده هو. ونسيه معاك، بس نعمل ايه؟ دي اوامر عزام بيه. طب هو هيحصل حاجه يا بنتي لو احنا ما رحناش؟ بقول لك ايه يا اختي؟ هو انت فاكره نفسك يعني ضيفه ولا معزومه؟ لا ده شغلنا، شغلنا يا دعاء اللي بناكل منه لمميته. عارفه يا بنتي عارفه، بس مش عارفه ليه قلبي متوغش قوي من موضوع العوامه ده، شايفاه ملوش لازمه يعني. بقول لك ايه يا دعاء؟ في شغلتنا دي يا حبيبتي مفيش حاجه اسمها انك تريحي نفسك، انت لازم تريحي الزبون في خيمته. يلا بقى نروح نعمل حاجه بقى ناكلها ونريح شويه عشان السهره كده شكلها ايه؟ صباحي. يلا يا اختي يلا. انت بتتكلم جد ولا بتهرج يا حربي؟ هو الحاجات دي فيها هزار؟ لا جدع، اللي اسمه صلاح ده مزودها قوي، العمليه مش مستاهله، ده يودينا في داهيه. ولا انا غلطان يا زين؟ والله لو طلعت العمليه مش مستاهله يبقى عدت، لكن لو طلعت مستاهله بقى يبقى احنا امننا نفسنا ودي اهم حاجه. يبقى اتكلنا على الله يا رجاله. بركه تاخد بعضك وتطلع على صلاح وتنفذ اللي يقول لك عليه بالحرف. وانتم؟ انا وزين هننفذ الخطه اللي رسمها صلاح. حربي انت مأمن اللي اسمه صلاح ده؟ تسأل يا بركة. يعني مجرد سؤال. أيوة مقامل اللي اسمه صلاح ده. ماشي يا حربي اللي تشوفه يا صاحبي. هنعمل ايه دلوقتي؟ خش بقى نقيد لنا ساعتين لحد المغرب، لسه قدامنا ليلة طويلة. وبعدين بيني وبينك ما نمتش ولا ثانية امبارح. بتسأل انت حربي نعمل ايه بقى؟ اهو كله في سبيل المصلحه يا عم زين. ربنا يكون في عونك يا صاحبي. ايه ده يا اكرم، انت خارج؟ ايوه يا مولانا خارج.
رايح فين يا قطر؟ رايح الاسم. مع السلامة يا ابني. الله يسلمك يا بابا. ايه يا اماني؟ ما سلمتيش على اخوك ليه؟ ويعني هو اللي سلم؟ وبعدين معاك يا اماني، اخوكي خايف على مصلحتك وبيفكر فيكي. والله يا ماما انا عارفه مصلحتي كويس. ممكن يا جماعه تفهموني ايه الحكايه بالظبط؟ الحكايه يا عمي ان في عريس لقطه تقدم لاماني وكلم اكرم، والست اماني رافضاه كده من الباب للطاق. عريس مين ده؟ الملازم رؤوف اللي شغال مع اكرم. رؤوف مش ده الشاب اللي كان حاضر عيد ميلاد حمزه؟ ايوه يا عمو، شاب ممتاز ومستقبله مضمون ومن عيله كبيره. منى، هو انت لما وافقتي على اكرم عشان كان شاب ممتاز ومستقبله مضمون ولا عشان كنت بتحبيه؟ الحب بيجي مع الوقت. منى لو سمحتي انا بسالك سؤال ويا ريت تردي عليه، كنت بتحبي اكرم ولا لا؟ يعني انت ما بتحبهوش يا ماني؟ يا بابا هو انا لحقت اعرفه عشان احبه؟ الراجل جالك لحد البيت عشان تقعدوا مع بعض وتتعرفوا، انتي سبتيه دخلتي اوضتك ولا حتى عبرتيه عشان مش عايزه اتجوز دلوقتي، مع انك قلتي لي انك هتفكري وتردي عليا. يا منى يا منى ارحميني، كل حاجه بالخناقه الا الجواز. ممكن تسكتوا انتوا الاثنين بقى وتسمعوني؟ رؤوف اتقدم لاماني عن طريق اكرم وده حق، وانت طلبتي مهله تفكري وده حقك. انا بقى مش عاوزكم تفكروا في الموضوع ده خالص ولا تتكلموا فيه لحد ما اماني تاخد قرار، وساعة ما تاخد قرار هتبلغني بيه وانا اللي هتصرف. يا اما اقول له اهلا بيك اتفضل، يا اما اقول له الجواز يا ابني اسمه ونصيب. ايوه انا مش عاوز اكتر من كده. بس يا عمي. خلاص يا منى اقفل الكلام في الموضوع ده زي ما قلت. ما يا عدلي، البضاعة هنستلمها الليلة؟ إن شاء الله يا باشا. الحكاية دي كانت مشاكلها كتير أوي. نحمد ربنا اللي جت على كده. رأيك كان ممكن تكبر عن كده بكتير وتدخلنا في مشاكل وشوشرة إحنا في غنى عنها. عشان كده اللي حصل في العملية دي مش لازم يتكرر مرة تانية أبدا. ساعتك عندك اقتراح محدد؟ طريقة شغل عنتر وعزام ورشوان بدأت تقلقني، بقى فيه تقصير وإهمال وده ما ينفعش في شغلنا خالص يا عدلي. ساعتك شايف يا باشا. شايف إن احنا محتاجين لدم جديد، عيال مصحصحة ومفتحة وقلبها ميت زي الولاد ياهم دول. تفتكر عيال يعني زي زين وحربي هيرتاحوا في الشغل مع ناس زي عنتر ورشوان وعزام؟ ما اعتقدش. لا دول هيرتاحوا ولا دول هيرتاحوا. عشان كده احنا يلزمنا ترتيب جديد خالص. سعادتك تشوف ايه بالظبط؟ لما البضاعة توصل ونستلمها الأول نبقى نشوف هنتصرف ازاي مع الجدع اللي اسمه حارب ده.